بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أرنا عيوبنا وأعنا على التقليل منها وإضعافها حبا فيك ورغبة في إرضائك يا سيدنا ومولانا وولي نعمنا كلها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقلنا عدة مرات الاستهزاء ليس في محل وما حتى الداعي إليه، لأن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هما صفوة الصفوة، لليكسيون دو لليكسيون، يعني هما ils ont été élus d'une façon اللهيك، يعني اختارهم ربي بطريقته هو، وهو يعرف لا يغيب عنه حقيقة خلقه، وخاصة ربه على عينه سبحانه وتعالى التي لا تنام، وخاصة حريصة على نقائهم وحفظهم من البهتان ومن الغرور ومن إرادة الشر في خلق الله. هذا كليك ما كفاهمش، يعني قداش الحمام تاعكم ونوصل تبصروا، vous avez les yeux bondés, le cœur scellé et lui troublé ou obstrué والعياذ بالله. نسأل الله السلامة.